كنت انا تقريبا كنت انا بال 15 سنه، كنت مبلشين صف عاشر، وكنت رايح. طبعا اول شيء راح احكي لكم القصه اللي انا شفتها، يعني اللي انا عشتها وشفتها، وبعدين بحكي لكم شو صار بعدها وشو عرفت بعدين عن ليش صارت وشو اهدافها والى اخره. كنت رايح جاي من المزة باتجاه البرانكة، كان عندي صديق وزميل دراسة بوقتها، كنت رايح اسهر عنده، او يعني رايحين نقعد، ما بعرف اذا يعني كان الوقت كان مساء، ايه يعني مسويات، كنا يمكن رايحين بعدين نتعشى او شيء سوا. بالبرامكة كان في محل صندوق طيب كتير كنا متفقين نروح عليه. المهم فوصلنا، طبعا بدنا نروح على البرامكة، من المزة على البرامكة بدنا نمر، كنا من المنطقة أمام مبنى الجمارك العامة، ما بعرف إذا لساته بنفس المكان يعني، بس اللي بيعرفوا الشام بيعرفوا مبنى الجمارك العامة، في ساحة قدامه. قبل ما نوصل على هي الساحة ونحن جاي من المزة، وقف السير، وقف زحمة كتير، زحمة سيارات، وكان في زحمة أشخاص أيضا. كان في ناس كتير لابسين موة، يعني بدلات عسكرية، بدلات المغاوير اللي هي لباس سرايا الدفاع يعني بوقتها. وكان في على الأطراف طبعا رجال، يعني عساكر ويمكن ضباط، طبعا ما كانوا مبينين علينا بشكل واضح، كانوا شوي بعاد، كانوا على الأطراف وبالنص بين السيارات بقلب الزحمة. كان في بنات لابسين كمان عسكري، اللي هن طبعا المظليات اللي كانوا بوقتها بالدورة، ما أتذكر شو اسم الدورة وقتها، بال 81 أنا كنت بتاني دورة اللي كانت ألماظة خليل، كانت ب 1980، كان في قبلها دورة صغيرة كمان هي كانت عمليا الدورة الأولى، وألماظة خليل كان الدورة الثانية، هي الثالثة بعام 1981. الحقيقة ما بتذكر شو اسمها، يمكن البعث، ما بتذكر الحقيقة شو اسمها. فكانوا طبعا يعني كانوا بالدورة وقتها، وطبعا أنا يعني تعرفت على وجه أو وجهين من الناس الموجودة يعني، فعرفت إنه هدول جماعة السرايا يعني والمظليين. بس كان المشهد سوريالي بشكل كامل يعني، ما كنا مربكين تماما، أنا والسائق، كان السائق عم يسوق السيارة وأنا قاعد جنبه، كنا لحالنا بالسيارة. كانوا جايين باتجاهنا وعم يمروا على السيارات اللي قدامنا، يدقوا على 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 الشبابيك ويمدوا رؤوسهم وإيديهم جوا السيارات. في سيارات كانوا يعني يطلعوا منا وبايديهم هيك يعني قطع قماش، بلحظتها ما كنا عم نفهم شو هدول القطع القماش لانه كانوا قدامنا. بعدين طبعا وصلوا لعنا، بلشوا بالسياره اللي جنبي، بس انا طبعا كنت قاعد على يمين الشوفير، كان في ست عم تسوق السياره اللي جنبي، وكان جنبها كمان في ست ثانيه، اثنيناتهم كانوا محجبات، وكان في معهم شب صغير قاعد بالمقعد الخلفي، يمكن عمره 10 11 سنه 12 سنه هيك شيء. دقت على الشباك تبعهم، ما كانوا يفتحوا له، وكانت عم يعني السيده، طبعا انا كنت مسكر الشباك وطلبت من السائق كمان انه يسكر شباكه. مثل ما عم لكم كنا كثير مربكين، ما كنا بنعرف شو عم يصير يعني، وعدد كبير كانوا يعني، كان في يعني الرجال اللي معهم يعني العساكر ويمكن الضباط كانوا معهم، اكيد كان معهم ضباط يعني، ولو انه ما كنا شايفين بعيد، بس كان عدد كبير يعني، كان في اكثر من 70 80 واحد، والبنات كانوا كمان عددهم يمكن 15 وحدة يعني، كانوا على جهتين الطريق يعني، كانوا عم يوقفوا سيارات بهي الجهة وبهي الجهة، وبالساحة كمان كانوا مبينين لقدام. هلا اللي كانوا مبينين علي أنا قدرت عددهم هيك يعني 12 15، ممكن يكونوا أكثر، ممكن يكونوا 20 وحدة يعني.
أنا كنت بسكر شباك، والسيدة المحجبة كمان كانت بسكر شباكها، فما كان مسموع الصوت، بس كان واضح إنه يعني عم تطلع بالمظلية وعم تحكي معه، يعني وكأنه عم تقلها شو بدك أو تركينا بحالنا أو. فطبعا صارت تخبط بشكل قوي كتير كتير، ما فتحت، مدت إيدها، شالت مسدس عن خصرها وحطته بوشها للسيدة. ما لقمت المسدس يعني، بس مشان ما لقمت المسدس يعني، كانت تبدو بدها تخوفها يعني. كانت طبعا بشكل واضح مع الأوامر إنه يكونوا وقحين جدا وأرزال جدا مع الناس يعني، كانت واضحة. هلا طبعا بحكي لكم شو صار معنا، بتصير الصورة أوضح. فسحبت المسدس بدون ما تلقمه وحطته هيك بوش السيدة. طبعا بهي اللحظة طبعا السيدة نزلت الشباك، طبعا رجعت مسدسها فورا على خصرها وبلشت بقى تمد ايديها بدها تشيل حجابها. وقتها طبعا فهمنا انه هدول قطع القماش كانوا حجابات. ف صار في طبعا صراع بيناتهم. انا نزلت الشباك شوي صغيره بس لحتى يعني، بس شيء انه شقيته يعني مشان اسمع شوي الحديث. الحقيقه كان يعني مشهد مؤلم، والاصوات والكلمات اللي كنت عم اسمعها مؤلمه جدا جدا. الحقيقه كل ما بتذكرها يعني بتألم فعلا يعني، ذكرها كثير بشعه. كانت السيده المحجبه عم تقلها، عم تترجاها يعني انه الله يخليكي مشان الله الى اخره يعني. والمظليه كانت عم تقول كلمات نابيه يعني، كلمات يعني ما بتنحكى هون. طبعا بهذا الوقت كان في مظليه ثانيه كمان يعني، طبعا انا شفتها لاحقا لانه اول شيء كانت هذيك بوشي فما كنت شايف الجهه الثانيه منيح. بعدين قدرت اشوف يعني، تحركت هذيك شوي قدرت اشوف الجهه البنت الثانيه، كانت كمان بمعركه مع الست الثانيه مشان تاخذ لها الحجاب تبعها، ونفس الشيء كانت هذيك عم تصرخ. اخر شيء طبعا اخذت الحجاب، وهديك كمان اخذت الحجاب. طبعا يعني انا لما بفكر هلا اليوم يعني، لما بفكر الموضوع بقول انا مثلا ليش ما نزلت وعملت